فضيلة الشيخ، أيضا الأخت أم أحمد تسأل عن المظالم، تقول لعل إنسان ظلم إنسانا ما، فكيف يتخلص يقع منها؟ هذا من نعم. من هذا يقول في دعاء: اللهم ما كان لك من حق فاغفره لي، وما كان لغيرك من حق علي فتحمله عني. يا الله. اللهم ما كان من حق لك فاغفره لي، وما كان من حق لغيرك علي فتحمله عني. هذا واحد. الحالة الثانية أن يغلب على الظن أنه ظلم زيدا أو عمرا ولا سبيل للوصول إليه، فيكثر من الاستغفار له والصدقة عنه.